صباحكم سعيد مجددا أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد. سنبدأ الآن أولى فقراتنا بالفقرة الأكاديمية اللي تحدثنا عنها وهي على غاية من الأهمية بما يتعلق بموضوع الشهادات الجامعية أو الشهادات العليا، موضوع مكافحة التزوير، أيضا موضوع ليس بسهل يعتبر تحدي بالسابق أحبتنا للمعنيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا لجامعاتنا الرسمية وممكن الجامعات الأهلية برمتها. احنا نتحدث عن مؤسسة تعليمية كبيرة. هذا التحدي في متابعة حقيقة من وزارة التعليم العالي وأيضا على وجه التحديد جامعة العلوم والتكنولوجيا، تم استحداث برنامج لمكافحة التزوير بتقنيات عالية وأيضا خبرات متخصصة بمكافحة التزوير. أكيد راح نتحدث بإسهاب عن موضوع هذا البرنامج مع المعنيين ضيوفنا الكرام داخل استوديو يوم جديد، دكتور عامل المقابلي مدير مركز الحاسوب بجامعة العلوم والتكنولوجيا، وأيضا دكتور محمد الملكاوي مدير الحاضنة التكنولوجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومن على يساري الدكتور محمد الزبون مدير دائرة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. بدءا سأبدأ من وزارة التعليم العالي والدكتور محمد الزبون مدير دائرة معادلة الشهادات الجامعية. نتحدث من أهل الاختصاص ومن ثم ننتقل إلى البرنامج اللي تم استحداثه بجامعة العلوم والتكنولوجيا. دكتور أسعد الله صباحك. صباح الخير يا هلا فيك. بداية يعني نشكركم لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن موضوع هام وهو موضوع توثيق الوثائق العلمية والشهادات العلمية. حقيقة وزارة التعليم العالي في عام 2015 صادقت على ما يقارب 1,300,000 شهادة، في مركز الوزارة فقط 600,000 شهادة، وفي المراكز الموجودة في الجامعات الأردنية حوالي 430,000 شهادة. حقيقة يعني في قضية مؤرقة ومقلقة تواكب عملية توثيق الشهادات التي هي قضية تزوير الوثائق، والوزارة في صدد استخدام تكنولوجيا حديثة للحد من هذه الظاهرة وإنهائها والقضاء عليها بشكل نهائي. جميل جدا. نتحدث عن البرنامج الآن اللي تم استحداثه بجامعة العلوم والتكنولوجيا، وأنتقل إلى الدكتور عامر المقابلي. دكتور عامر أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحك وصباح المشاهدين، وشكرا لكم على الاستضافة الطيبة هاي. حقيقة جامعة العلوم والتكنولوجيا بشكل عام بنهتم بالقضايا اللي لها علاقة بأمور وطنية، زي مثلا كشف التزوير بكل الوثائق الرسمية سواء شهادات جامعية أو وثائق حكومية أخرى. بشكل عام في بجامعة العلوم والتكنولوجيا تم إنشاء حاضنات تكنولوجية. هدف الحاضنات بشكل رئيسي هو الاطلاع على المشاكل المعاصرة الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، من ضمنها الشهادات الجامعية وقضايا التزوير. الحاضنة التكنولوجية يعني الحمد لله أخذت دعم من الجامعة، ومن بشكل عام احنا في أكثر من جهة بتدعم المشاريع البحثية زي هي. ارتباط مركز الحاسوب والحاضنة التكنولوجية، احنا يعني وأنت مديرا لمركز الحاسوب دكتور عامر، احنا ارتباطنا بشكل وثيق مع الحاضنة التكنولوجية، نقدم له الانفراستراكشر كاملة، كل التجهيزات اللي بحتاجها من سيرفرز أو كبنية تحتية، كبنية تحتية كاملة. الحاضنة التكنولوجية بتحتاج للبرامج والمبرمجين وأحدث التكنولوجيا، إحنا برضو بنزودها للحاضنة، والحاضنة يعني بقدر بجوز الدكتور محمد. جميل. أنا لهذا السبب سألت ارتباط مركز الحاسوب بالحاضنة التكنولوجية. الآن برنامج مكافحة التزوير دكتور محمد، وأنت مدير للحاضنة أيضا التكنولوجية، هذا تم استحداثه يعني خلال الفترة الماضية ولم يكن وليد اللحظة، يعني يبدو في فكر خلال الفترات الماضية أن يكون هناك برنامج معمق يعنى بكشف الوثائق وتحديدا الشهادات الجامعية. الآن كيف أتت الفكرة بدءا دكتور؟ مرة ثانية بنشكركم جزيل الشكر على الاستضافة.
قضية التزوير في الوثائق والمعاملات بشكل عام والأوراق هي قضية عالمية ليست في الأردن. هناك في كتاب صدر من شي كم سنة بسموه الديجري ميلز، يعني مصنع الشهادات، ذا بليون دولار اندستري، صناعة بمليارات الدولارات. تم الكشف عن شركة رأس مالها أو دخلها حوالي 450 مليون دولار في أمريكا. تم تشكيل فرق عمل من الاف بي اي ومن غيرهم لمتابعة هذه القضية، فهي قضية هائلة جدا ليس فقط في الأردن بل هي عالمية. مراجعتنا احنا، انا طبعا شغلي في البحث التكنولوجي وبحث الكمبيوتر، وجدنا انه هذه القضية لم يتم علاجها باستخدام التكنولوجيا الحديثة. لا يزال استخدام مكافحة التزوير بيتم بطرق تقليدية وان كانت فعالة. مثلا هذه شهادة بتصدر من جامعة العلوم والتكنولوجيا، فيها 15 حالة من حالات الاوثنتيكيشن اللي هي التوثيق، ووتر مارك، الترا فايولت الى اخره، ولكن كل هذه الامور يتم تزويرها. يعني اعطيني اي شيء هاردوير، يعني شيء ورقي يمكن انتاج شبيه له في اي مكان في العالم او حتى في الاردن. الان التكنولوجيا تطورت، احنا صرنا في عندك الكوميونيكيشن، تستعمل التليفونات سمارت فونز، عندك الانترنت صار متوفر، عندك السيرفرز، عندك كلاود كومبيوتينج. احنا فكرنا بتوظيف هالتكنولوجيا المتعددة الاغراض في ايجاد نظام، وهذا النظام مفاده بشكل قد يكون كفكرة ايديا مبسطة، بس كتنفيذ طبعا بده جهد. قلنا انه انا بقدر احط كود على الشهادة، هذا كود. نعم. يعني يمكن تعمل زوم عليه الان الشباب، يعني كيو ار 2 دايمنشنال، ولكن في وراء هذا بس نشوف الكود يعني على الكاميرا. نعم. زملائنا الكود اللي بالاسفل هذا تم استحداثه مؤخرا. نعم. من خلال الحاضر، وهذا وراء هذا في هناك رقم سري يتكون من 88 حرف او كاركتر بشكل راندوم عشوائي يستحيل تكراره، وهو خاص بكل وثيقه، يعني كباسورد، يعني كاعتبار على اعتبار انه الرقم زي برنت، زي فينجر برنت، زي بصمه. اوكي. زي بصمه. نعم. خاصه بالوثيقه. هذه البصمه الخاصه بالوثيقه يتم تخزين على السيرفرات على الكلاود، نسخه طبق الاصل احنا بنسميها التوام. نعم. هذه وثيقه بايدي انا كطالب، الان لها توام مشابه تماما مخزن على الكلاود، وهذا الكود أيضا مخزن على الكلاود، والمعلومات الخاصة بالشهادة أيضا مخزنة. نعم. فأثناء لما أحمل هذه الشهادة أنا أجي لوزارة التعليم العالي، وكل ما يلزم في الوزارة عنده سكانر، وسكانر هذا من إنتاجنا إحنا، هو من إنتاج الحاضنة، بالتليفون أو عن طريق أي نوع من السكانر اللي هو القارئ الماسح، لما يطلع على هذا الكود بالسكانر برجع له المعلومات اللي مطابقة لهاي اللي صدرت في لحظة إصدار الشهادة. لحظة إصدار الشهادة التوأم تبعه، أنا دائما بجيب مثال بقول بالأفلام الهندية، بقول لك اثنين لقوا بعض بعد 30 سنة، واحد معه نص الإسوارة وأخته معها النص الثاني، فالنص الثاني هو التوأم الإثبات. مشان أعرف أنه هذه زي هاي بالضبط مطابقة. نعم. مطابقة تماما، مطابقة. فبالتالي أنه أن أحمل شهادة أن أزور فيها المعدل أو الاسم أو تاريخ التخرج أو أي شيء، هذا يكشف في لحظة التوثق والتحقق 100% عند الرجوع إلى البرنامج المعني. المعني. نعم. وهذا البرنامج هو برنامج موحد يستطيع استرجاع المعلومات من أي مكان في العالم. نعم. السفارة الأردنية في موسكو أو في أمريكا بيكون عندهم نفس البرنامج اللي. نعم. عند وزارة التعليم العالي، وبنزل فري مجانا، يعني هو بياخذ بنزل البرنامج من الويب سايت تبع جامعة العلوم والتكنولوجيا أو تبع وزارة التعليم العالي أو الكلاود، بنزل البرنامج الآن في أي مكان في العالم، الشهادة مرت عليك تستطيع أن تتحقق منها 100%. أي تزوير أي تغيير. نعم. على السيرفر ينعكس على هون، بصير في عدم مطابقة إذا في واحد دخل، إذا مباشرة يظهر أونلاين، يعني أونلاين على التليفون. يعني الآن يعني يمكن لو في مجال بنقدر نعمل عرض إحنا. يعني في التليفون بيكون عليه
ابلكيشن، بس يمكن هون بيكون النت ضعيف يعني ممكن كان يفترض نرتب لها يعني حتى نشوف كيف البرنامج ممكن اليه فيمكن ممكن للقادم من الايام يمكن لكن نرتب. احنا حبينا يكون في اضاءه. دكتور محمد، العوده الى وزاره التعليم العالي، ممكن ما لا اعلم ممكن تتفق معي او لا، او ممكن تصححني في هذه المعلومه، اغلب الشهادات المزوره هي الشهادات التي تاتي من الخارج، يعني اذا قرأ يعني كنسبه وتناسب من يعني داخل المملكه الاردنيه الهاشميه ام من جامعات اوروبا، بغض النظر عن اي دوله. من خلال الارقام لديكم سيدي الكريم، فعلا هكذا هذه المقوله حقيقه أن الشهادات التي تأتي من الخارج هي أكثر الشهادات إذا كان فيها حالة من التزوير؟ أكون صادق معك، يعني لا نستطيع أن نقول بأنه عدد الشهادات التي تأتي مزورة من الخارج أكبر من عدد التزوير يحصل، سواء للشهادات من داخل الأردن أو من خارج الأردن. وهنالك يعني بعض حالات التزوير لا يتم كشفها لأنها أصلا لا تعود إلى الوزارة، يعني هنالك من يستطيع أن يزور الأختام ولا يعود للوزارة نهائيا، هو يعني في بعض حالات التزوير ممكن واحد يأخذ وثيقة مكتملة زي الوثيقة اللي عرضها الدكتور يعني وفقط يغير اسم الطالب، هي اصلا اوريدي مصدقه من وزاره التعليم العالي، بتكون فقط بغير اسم الطالب مثلا او بغير معدل او بغير اي محتوى الوثيقه، هذا كله يعني يدرج تحت حالات التزوير. لكن احنا لا في من خلال الضبوطات لديكم، يعني الضبوطات الرسميه لديكم بالوزاره كنسبه وتناسب الارقام الوارده لديكم، يعني الشهادات من الداخل في ارقام معينه، يعني انا في ارقام في ارقام في ارقام نعم يعني احنا في العام 2015 ضبطنا حوالي 30 شهاده مزوره من داخل المملكه الاردنيه، يعني من جامعات، يعني منها حوالي 16 شهاده من خارج المملكه و14 شهاده من داخل المملكه، يعني مناصفه تقريبا، يعني تقريبا مناصفة. الضبط من خارج الأردن في السنوات السابقة كان أكثر لأنه كنا نعتمد المراسلة، وما زلنا طبعا نعتمد المراسلة، إحنا لما تجينا وثيقة من خارج الأردن يتم مراسلة الجهة التي أصدرت هذه الشهادة والتحقق منها إن كانت صحيحة أم غير صحيحة، بالإضافة إلى أن نتبع وثائق عديدة في يعني كشف التزوير بالحالات الحالية، إحنا نبعث الموظفين في دورات متخصصة لكشف التزوير. لكن مهما أنت طورت وسائلك أيضا الطرف الآخر هو يطور وسائله وأساليبه بحيث أنه يعني يستخدم أساليب هي علاقة طردية نعم. فنرجع ونقول لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضية كشف. جميل، هذا البرنامج تم اعتماده فقط بجامعة العلوم والتكنولوجيا أم سيعمم على باقي جامعاتنا بالمملكة الأردنية الهاشمية؟ حقيقة أن الوزارة في صدد الآن أنها تعمم على كل الجامعات الأردنية استخدام تقنية الباركود. الآن هل اللي هو الجامعة شرحنا الدكتور محمد نعم هل الجامعة مثلا ملزمة تأخذ البرنامج البرمجية اللي استخدمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا أو هي نفسها وذاتها تطور برمجية أو وزارة التعليم العالي تعتمد برمجية أخرى مختلفة تماما عن هذه البرمجيات؟ لكن عذرا، لماذا يعني تعدد المرجعيات والبرامج إذا هذا البرنامج يعني أثبت كفاءته وفعلا يعني بشكل تقني وحديث؟ وسأعود هنا بالحديث للدكتور عامر مقابلة، أتوقع البنية التحتية بما يتعلق بمركز الحاسوب وتوفير يعني الدعم الكامل للحاضنة الإلكترونية ليس بالسهل، فإذا أطلقنا العنان لجامعاتنا نستحدث برامج جديدة أيضا كلف إضافية، أيضا ممكن يكون في اختلاف معين، لا أعلم إذا كان كنتم تتفقوا أن يكون هناك مرجعية واحدة من خلال هذه الحاضنة. وأفضل يكون مرجعية واحدة لكل الجامعات. جميل، لسبب بصير جهة واحدة أو أسلوب واحد للتحقق من كل الشهادات بكل الجامعات، فبالتالي لوزارة التعليم العالي ممكن تحقق من نفس الأسلوب لوثيقة من التكنولوجيا أو من الأردنية أو من مؤتة أو من الجامعات الأهلية، من الجامعات الأهلية بشكل عام. بالإضافة أنه طبيعة البرمجية إحنا ما بنصدر الشهادة وثيقة الطالب أو الكشف العلامات بعدين نحط الكيو آر كود،
البرمجية صارت بشكل داخلي أثناء عمل الأمر، طباعة الورقة أو الوثيقة بيطلع عليها مباشرة الكيو آر كود، ومباشرة بيعمل نسخة عنده بالسيرفر أو على الكلاود. نعم. فبالتالي إذا تم الطلب الموضوع نفس البرنامج من أي جامعة أخرى، فقط علينا اللي هو إعادة تهيئة البرمجية اللي عندهم بما يتناسب مع الكيو آر كود، وهي شغلة بتكون مش مكلفة مقارنة مع أنه مثلا يعملوا استحداث برنامج جديد. إذا سمحت لي من زاوية ثانية، هي موضوع الكلفة، يعني احنا الحاضن اللي عملته البرنامج الجامعات تستعمله فري مجانا، يعني نعم. ما في والتحقق، يعني اي جهه بدها تحقق من شيء، الوزاره او نقابه المهندسين او النقابات او السفارات، بينزل البرنامج بشكل فري للجميع استعماله. لا انا المقصد دكتور محمد ليس فقط الكلفة المالية، يعني المده الزمنيه، والمده الزمنيه عن وقت، ونتحدث عن جهد، ونتحدث عن مرجعيه، يعني انا المقصد هنا او الامور بخواتيمها تكون هناك دكتور محمد، ايضا محمد، مرجعيه موحده بتسهل على الوزاره، بتسهل على جامعاتنا، وذات تقنيه عاليه جدا بكشف التزوير، لانه كما تفضلت انه اي شيء ورقي من خلال انت بتتحدث الان من مخزون معرفي وخبرات متراكمه، وممكن ايضا زملائك يعني يتوافقوا معك بهذا الشيء، من السهل جدا يعني انك تقوم بتزويره، اختام، خطوط، اي شيء نفس طبيعه الورق حتى، يعني ممكن طبيعه الورقه اذا العمله بزوروها، الدولار اليورو، العمله نعم صح كله يزور. لكن ايضا هذا بقودنا ممكن الى جانب اخر، ايضا لا اعلم اذا كانت الولايه ممكن أن تعود فقط لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكشف التزوير فقط، ممكن أن يكون لكم شركاء من الجهات الأمنية، يعني في أيضا الضابطة العدلية بمديرية الأمن العام، أيضا في وحدة متخصصة لكشف التزوير برمته، يعني بكامل اختصاصاته، العملة، الشيكات، الشهادات، وفي خبرات متخصصة، في علاقة، في تشبيك دكتور أو دكتور لي يمكن هو كونه نظام إلكتروني وبيعتمد السوفت وير، فكل شيء بيخطر في البال من حيث كما يسمى الفيتشر يمكن إضافته. فإحنا أثناء الإنتاج كنا فكرنا في حاجة، أنه افترض أنه أنا قدمت الشهادة للوزارة أو لأي جهة معينة وثبت أنه هذا فيه تزوير، طبعا يكشف. نعم. البرنامج أوتوماتيكيا يستطيع أن يبعث مسج إلى الجهة المعنية اللي بتم التعارف عليها، الأمن العام، المخابرات العامة، الجهات اللي لها علاقة في الموضوع، يمكن أن يوصل لهم، ويوصل للوزارة، ويوصل للجامعة نفسها. يعني هذا المعلومة، يعني هذا البرنامج يتيح أن يكون هناك تفاهم. نعم طبعاً. نعم. أو تبادل استخدام لأكثر من جهة. فهو كونه يعني السوفتوير هو الأساس فيه وليس الهاردوير، فبالتالي ممكن عمل أي شيء فيه. حتى من الأشياء اللي إحنا ذكرناها للإخوة في وزارة التعليم العالي، إنه أنا كوزارة أو كجامعة أنا بقدر أراقب عن طريق داشبورد بالإنترنت إنه الشهادات تاعتي وين توثق، الشهادات تبعتي عددها قديش الرفض منها، شو اللي تم، إذا تم كشف عنها، فأنا قدامي في أي لحظة من اللحظات على الداشبورد ببين صدر عندي السنة هذه مثلا 100,000 شهادة فرضا أو 1,000 شهادة هذه أو وثيقة تم التحقق منها في قطر، تم التحقق منها في أمريكا، يعني بقدر أعرف قدامي خارطة خريطة توزيع وثائقي وين بتصل، يعني أقرب إلى بنك، يعني أقرب إلى بنك إذا تحدثت عن الحاضنة، أقرب إلى بنك معلومات يعنى فقط بالشهادات الجامعية وما يعلو أيضا من الدراسات في الواقع الجامعية. هو إحنا يعني كونه زي ما حكيت لك برنامج يعني سوفتوير ويصلح لتوثيق جميع أنواع الوثائق. جميل. وبالتالي إحنا في على صلة مع المؤسسة الغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس والجمارك، تحدثنا معهم جميعا، مع النقابة، نقابة المهندسين، لأنه كل ما يصدر من كل وثيقة تخرج من عندك إذا تم تزويرها فهي تعتبر كارثة. صحيح. ولو وثيقة واحدة. صحيح. هذا البرنامج النظام تم تطويره بخبرات محلية تكنولوجية، طبعا الجامعة احنا خبراتنا جاي من انتاجنا، وتركيز على الاي سي تي اللي هو نظام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هو بالاستراتيجية الوطنية. انا دائما بقول احنا كبلد احنا لا ما نستطيع ننافس لا بصناعة السيارات ولا السلاح ولا الطائرات، يعني امكانياتنا محدودة، بس بننافس بالامكانيات العقلية. صحيح. احنا عندنا ادوات موردنا البشرية خاصة في الكمبيوتر،
وهذه بنقدر عليها. وكنت بنتكلم مع الدكتور محمد في الطريق انه احنا يعني هذا البرنامج يمكن ان يصبح عالمي، احنا نستطيع ان ننافس العالم كله. للمعلومه الجامعات العالميه، انا خريج امريكا ودرست في امريكا، حتى الان امريكا بيستعملوا الطرق التقليديه في التوثيق حتى اللحظه. جامعتي يعني إلينوي أربانا شامبين، بدي اوثق شهادتي بدي ابعثها للمسجل والمسجل يقول انه نعم هذه شهاده حقيقيه. الطريقه النمطيه التقليديه. فاحنا من الاردن يعني في امكانيه ان نقدم للعالم شيء ليس فقط للاردن. صدقا يحسب لكم يعني هذا النظام، وهو ريادي ونقله نوعيه. بشيء تقني وحديث ممكن بأقل الإمكانيات أيضا، لكن الموارد البشرية أمامنا والكفاءات كفاءات تحترم ونموذج حقيقة. وأنا أدعو من خلال الدكتور محمد زبون الوزارة ومعالي الدكتور لبيب الخضرة أن يعتمد هذا البرنامج وكمرجعية عامة للجامعات، ممكن أنه ينطلق بعد ذلك إلى المؤسسات الدولة كافة باختلاف صنوفها وتشكيلاتها. الآن أنا سأبعد عن الحاضنة قليلا لكن بنفس الموضوع. لا. قد يكون هناك نوع من التزوير، أو ما بدي أقول أطلق تزوير لأنه مش شيء مثبت على الورق، نوع من التحايل على وزارة التعليم العالي بما يتعلق، والله أنا درست بالجامعة الفلانية 10 ساعات ودرست بعدين انتقلت إلى جامعة أخرى خارج البلاد ودرست يعني 20 ساعة ورجعت إلى المملكة ودرست لي كمان بجامعة ثالثة 12 ساعة بجمع له من هون 12 من هون 10 ومن هون 8 ويذهب لكم وبقول لكم يعني أنا هي خطتي الدراسية بدي اتعادلوا لي إياها. كيف بيتم ضبط إيقاع هذا الموضوع؟ حقيقة الوزارة تحكمها تعليمات وأنظمة تحكم عملها. نعم. فمعادلة الشهادات يعني في من ضمن شروطها أنه الطالب يجب أن يكون درس 50% في جامعة التخرج. يعني لو درس في كذا جامعة لازم 50% من دراسته تكون في الجامعة اللي منحته الشهادة بشكل نهائي. فهذه شغلة مضبوطة بمعادلة الشهادات، ومعادلة الشهادات يعني شروطها يعني كثيرة جدا لا أستطيع أن آتي يعني على ذكرها لكن الضيق. لكن حقيقة يعني الأردن تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة بقضية ضبط نوعية وجودة الشهادات وتوثيقها. وفي كل عمل الوزارة بحكمها الأنظمة والتشريعات اللي هي موضحة ومعلنة للطلبة وموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإحنا ننصح ونهيب بطلبتنا قبل ما بيتوجهوا للدراسة سواء خارج الأردن أو داخل الأردن إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وأخذ معلومات كاملة عن الجامعات خارج الأردن وداخل الأردن وشروط الالتحاق للدراسة فيها وشروط معادلة الشهادات إذا كانوا يدرسوا في الخارج، شو الشروط المطلوبة منهم لتحقيقها حتى فيما بعد لما يرجعوا للأردن ويطلبوا معادلة شهاداتهم ما يواجهوا أي نوع من المشاكل. سيدي هذا الموضوع ممكن بحاجة إلى حلقة بأكملها، لكن حبينا نكون في إضاءة يعني صباحية من خلال برنامج يوم جديد بما يتعلق بمعادلة الشهادات. أيضا كان في تحدي سابق تم ضبط إيقاعه، جامعات غير معترف بها يعني من خلال الانتساب، ما بدي أذكر، أتوقع المشاهد يعلم تماما ما هي وماهية هذه الجامعات من دول شقيقة يعني سواء بالوطن العربي أو بإفريقيا يعني على وجه التحديد، وشكلت إرباك أيضا بسوق العمل وبالمنظومة الأكاديمية بشكل كبير. ما هو جديد مركز الحاسوب ما بعد الحاضنة التكنولوجية دكتور عامر؟ إحنا بشكل عام كمركز الحاسوب بالجامعة العلوم والتكنولوجيا بصراحة منهيئ البنية التحتية لأي مشروع، وأنا مثلا بشكل شخصي كأستاذ مشارك في الهندسة الكهربائية بحب بصراحة المشاريع البحثية اللي لها طابع وطني. يعني احنا بجوز اخذنا قبل فترة اشتغلنا مشروع لمجلس التعليم العالي لمجلس العلوم والتكنولوجيا، مشروع ثاني كمان مدعوم من صندوق البحث العلمي، بعنا بتوثيق كل الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية مشان ما يصير فيه زي دوبليكيشن بالشراء الأجهزة اللي بصراحة بتكون غالية نسبيا، زائد دعم المشاريع اللي لكل الحاضنات التكنولوجية اللي جوا جامعة العلوم والتكنولوجيا. فإحنا أي فكرة ممكن تكون عند أي طالب ممكن يحتاج بنية تحتية معينة أو عند عضو هيئة تدريس أو مشروع معين، إحنا بنعمل تجهيزات كاملة. جميل. من خوادم سيرفر كل التجهيزات اللي بيحتاجها. جميل جميل.
دكتور عامر انا بدي اتمنى لكم التوفيق للامان. احنا حابين نكون في اضاءه كما تفضل الدكتور محمد الملكاوي، هذا يندرج تحت منظومه الاستراتيجيه الوطنيه والتي تخدم العمليه التربويه والاكاديميه والدوله بشكل المعرفة. نعم نعم صحيح بشكل كامل. انا بدي اشكر ضيوفي الكرام، شرفتونا ونورتونا. الدكتور محمد الزبون مدير دائرة معادلة الشهادات الجامعية والعليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الملكاوي مدير دائرة الحاضنة الإلكترونية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتور عامر المقابلة مدير مركز الحاسوب أيضا بجامعة العلوم والتكنولوجيا. احنا اليوم محظوظين وحبتنا محظوظين، جامعة العلوم والتكنولوجيا وأيضا جامعة اليرموك، يعني جامعات الشمال اليوم حاضرة معنا بحلقتنا. أهلا وسهلا، شرفتونا.